طبعا يعني مش بنتكلم هنا على اكثر مهاره، بنتكلم على اكثر سرعه، وهنا دي بتبقى قياسات مين عنده القدره انه يوصل لاعلى سرعه على مستوى مشاركته مع، خدوا بالكم طبعا الناس دي لو في نص الموسم كان ممكن تعدي الارقام اللي انتوا هتشوفوها دي بكتير، لكن احنا بنتكلم على لعيبه مخلصه تشامبيونز ليج، مخلصه دوريات خمسه كبرى، دي قائمه العشرة الاسرع على مستوى مشاركتهم في فيران توريس ده مفاجاه قوي. فيران توريس طبعا كيليان امبابي في الصداره، جايب عبد القادر من عندك يعني مش قوي امبابي كيليان امبابي 36 ونص كيلومتر في الساعه، ده طبعا اسرع لاعب في بطوله اليورو. خد بالك الرقم ده يعني في اعلى منه بره البطوله، بره البطوله يعني كاي روكر كان وصل 38 كيلو. لا احنا بنتكلم على بطوله اليورو. تمام، ما جابهمش ووكر في البطوله يعني هو مع ساوث جيت، ساوث جيت مكتف الكل. بص ووكر مع ساوث جيت غير ووكر مع جوارديولا طبعا، يعني في فرق اي لاعب في الدنيا يعني انا لو مع جوارديولا هبقى لعيب كبير. فيران توريس 36 كيلو في الساعة. بنجامين سيسكو مفاجأة، أنا كلمتكم اللي بيتابعوا السادسة اتكلمنا على بنجامين سيسكو ده قبل البطولة بكتير قوي، قلت لكم ده واحد من النجوم اللي هتسمعوا اسمها بشكل كبير جدا في أوروبا. مصطفى جايب ليروي ساني بعد سيسكو الثاني جناح بايرن ميونخ و طبعا مع انه ما بيلعبش بشكل اساسي قوي يعني بس ولكن يعني الى حد ما لما ظهر هو لعيب سريع جدا يعني. بعد كده ميناليا الرقم هو في روماني. بنفس روماني هو نفس 35 السرعه بالظبط زي ثاني نفس المعدل يعني. بعد كده سيو هرنانديز واحد من افضل باكات ليفت في البطوله بالمناسبه لحد دلوقتي سيو هرنانديز 35 اعتقد 7 من 10 35.7 من 10 بعد كده 7 من سويسرا ندوي هو 35.6 بعد كده فان دي فين بتاع هولندا 35.6 بعد كده هويلاند الدنماركي طبعا مهاجم مانشستر يونايتد وبعد كده رافاليو واحد من اكثر اللعيبه المظلومين في المنتخب هو ظالم نفسه بالدوري الايطالي بيتهيألي يعني رافاليو واحد من اللعيبه وهو كفاراتسخيليا واوسيمين اعتقد كانوا جادرين ان هم يروحوا ل بريمير ليج او دوري اسباني اعتقد كانوا هيظهروا بشكل افضل بكتير جدا من ظهورهم في الدوري الايطالي. صحيح الثلاثه بادائهم متميز جدا في الدوري الايطالي بكفاراتسخيليا بالذات الاداء اللي عمله مع منتخب جورجيا ده اداء مبهر جدا. اللعيبه بتاعه جورجيا في وقت من الاوقات كانت بتسلم له الكوره وتقول له اتصرف انت يعني احنا مش عارفين نتعامل يعني، ولكن اجمالا هي السرعات دي بالمناسبه احنا عندنا لعيبه مصريين كمان عملوا السرعات دي بره يعني عمر مرموش كان عامل ريكورد برضه في الدوري الالماني الموسم اللي فات كان جايب اظن 36 او 35 وكسور كيلو في الساعه ديفيز كان برضه باك ليفت بايرن ميونخ عمل نفس الارقام دي. ياسر ريان لا حضرت ياسر ريان حضرت ياسر ريان طبعا حضرت ياسر كان جايب معدي ال 40 كابتن ياسر ريان بيتكلم لحد النهارده بيقول انا اسرع محمد صلاح يعني في البيك بتاعه ولا يعدي محمد صلاح كسرعه يعني ايوه لا هو سريع كان سريع جدا من اللعيبه اللي كانت سريعه رغم ان هو ما كانش يعني دريبلر بالكوره قوي او قوه جسمانيه مثلا زي ووكر ولكن كان عنده مرونه في الجري مش طبيعيه واحد من افضل الجناحات اللي جم في تاريخ مصر صحيح يعني صحيح اجمالا الياو كان ليا تعليق عليه بس هو انه زي ما قال عبد القادر انه رونالدو ربما ظالم اللعيبه اللي حواليه واحد من اكتر اللعيبه اللي ظلمت في منتخب البرتغال بسبب رونالدو هو الياو لان الياو دايما بيحب يقطم لجوه بيحب يخش لجوه ولكن كل ما يخش لجوه دايما بيصطدم وجود كريستيانو رونالدو فواحد من اكثر اللعيبه اللي اتظلمت في بطوله رافاليو. هل البطوله شهدت ميلاد نجوم جداد يا عبد القادر يعني هل في نجم اتولد في بطوله اليورو؟ يمكن في نجوم كانوا موجودين واعدين لمعوا شويه في البطوله زي تشافي سيمون زي داني اولمو لاعب اسبانيا كنت لسه بتكلم معاك من شويه ان هو يعني في اخبار طلعت النهارده ان مانشستر سيتي خلاص يعني بيخلص في الصفقه منتخب اسبانيا كله يعني هيبقى نجوم الميركاتو السنه دي طبعا. عدد كبير من لعيبه اسبانيا طبعا يعني هو سوق اصبح سوق المنتخب طبعًا. الاسباني المفروض الانديه الكبيره في اوروبا كلها تتسوق من المنتخب الاسباني ومن اليورو بشكل عام لكن يمكن داني اولمو تحديدا نظرا لصغر سن ونظرا لان بيب جوارديولا بيدور على حد خليفه لكيفن دي بروين كان في كلام على جمال موسيالا كان في كلام على جمال موسيالا ولا المو من وجهه نظرك بالنسبه لمدرسه يعني كورت السيتي اعتقد ان اولمو افضل يعني اولمو افضل لبيب جوارديولا وان كان في النهايه عمرك ما هتلاقي حد بديل لكيفن دي بروين لان كيفن دي بروين ده من نوعيه اللاعبين اللي زي يعني مش عايز اقارنه قوي بليونيل ميسي بس هو موهبه كبيره زي ما ليونيل ميسي موهبه كبيره مش هتلاقي حد هيجي يقول لك ده يقدر يقوم بالادوار اللي كان بيلعبها ليونيل ميسي يعني احنا كنا لسه بنتكلم من شويه ان الكوره اتغيرت الكوره اتغيرت عشان ما فيش مواهب زي دي بص هقول لك حاجه كل فتره بيظهر فيها نبغه بيقولوا النبغه يعني مش هيجي بعده يعني مش هيجي زيه بعد كده
يعني مارادونا لما جه بطل كوره قال لك خلاص انتهى عصر مارادونا وانتهت كره القدم ومش هنشوف موهبه ثانيه زي مارادونا. فجه نجوم كتير جدا صحيح وبيلي. ميسي وبيلي نفس الحكايه وكرويف من قبلهم، انا ما شفتش بيلي وما شفتش كرويف حتى مارادونا كده في اخره يعني. لكن اقصد اقول كل زمن بيجي بنجومه. انا اتمنى بس انه يعني نفسي وبالتالي كل بيحب الكره يتفقوا في ده، نفسي المهاره ترجع تاني يعني. عارف طبعا. انت كنت بتستمتع في مصر مثلا في الكره باللعيب الحريف يعني لعيب زي الخطيب زي تريكا زي حازم زي وليد صلاح زي حسام غالي ستر صبري زي محمد صبري زي محمد زيدان اللعيبه دي وليد صلاح دي طبعا فاهم اللعيبه دي اللي بيحب الكوره بيحب يشوف الكواليتي ده في الملعب بصرف النظر المكسب حلو والبطوله حلوه كل حاجه حلوه بس الكوره اساسا يعني لو بتحب الكوره متعه طبعا يعني المنتخب البرازيلي في وقت من الاوقات كان من كتر ما هو عنده تخمه في المهارات وفي النجوم في الملعب كان دينيلسون بينزل اخر خمس دقايق يدلع الجمهور مش بيعمل حاجه غير كده بينزل ياخد الكره يعمل فيها استعراض ما انا بقول لك هي فقره استعراضيه بيمتع فيها الجمهور اللي جاي يدفع تذكره كانه رايح مسرح يتفرج على الراجل ده بيعمل ايه بالكوره وغير كده هو قبليها اصلا عنده في الملعب مين عنده في الملعب ده انا هقول لك الباكات يعني كافو وروبرت كارلوس اصلا لوحدهم كوارث رونالدينيو وريفالدو بلاي ستيشن يعني طبعا عشان تستفاد من السرعه بتاعته بس لا هو دلوقتي باك في الفيفا باك تقيل يعني بقى ايكونز دلوقتي خلاص لا هو لا انت بمناسبه برازيل يعني هتاخدني للكوبا سريعا جدا مش هتكلم في الكوبا معاكم بس يعني البرازيل في حد ذاتها انا مش قادر احط نفسي مكان جمهورها لانه انت طول الوقت مرشح اول انت طول الوقت عندك منتخب يحلم بيه العالم كله ورغم كده خيبة أمل ورا خيبة أمل ورا خيبة أمل وآخرهم طبعا الخروج أمام أوروغواي وأنت عندك يعني تتكلم على رودريجو بتتكلم على فيني جونيور بتتكلم على لوكاس باكيتا بتتكلم على لعيبة يعني يحلم بيهم أي مدير فني بصراحة طبعا يعني هو المنتخب البرازيلي كسكواد قوي وسكواد كويس وكل حاجة بس ككورة اللي احنا اللي أي حد بيلعبها لكن كرة البرازيل نفسها مش هتلاقي حد زي ما كنت بقول لك رونالدينيو مش هتلاقي ريفالدو مش هتلاقي رونالدو الظاهره مش هتلاقي اللاعبين المهاريين بشكل كبير اللي هم يقدروا يغيروا صوره البرازيل ويرجعوا صوره البرازيل القديمه وده اللي خلى رونالدينيو نفسه ينتقد المنتخب البرازيلي قبل بدايه البطوله قال مش دي البرازيل اللي انا اعرفها وانا مش هشجعهم والكلام ده كله ففي النهايه المنتخب البرازيلي فعلا بيعاني هي مش فكره مدرب هي فكره ان الدي ان اي بتاع البرازيل ما بقاش موجود دلوقتي في المنتخب الحالي لكن نتمنى ان احنا نرجع نشوف البرازيل تاني منتخبات كبيره بدات يعني تندثر في الوقت الحالي منها البرازيل منها ايطاليا فنتمنى ان احنا نرجع نشوفهم مره ما نزعلش يعني لا اذا كانت البرازيل وايطاليا والمانيا بتخرج في البطوله على مصر منهم احنا كمان برضه ما نزعلش احنا زيهم احنا برضه من المنتخبات اللي للاسف كان رافع عون الناس دي بتدور على طريقه يعني. تعالوا نشوف كده مقارنه لطيفه مجهزينها لنا زمايلنا معانا فيما يتعلق بقوائم المحترفين سواء بالنسبه للمنتخب البرازيلي بما ان القوتين العظمتين في أمريكا الجنوبية هي الأرجنتين والبرازيل فتعالوا نعمل مقارنة كده بين عدد اللاعبين المحترفين في الدوريات الخمسة الكبرى في البرازيل ونفس الدوريات دي عدد اللاعبين من الأرجنتين أوكي في الدوري الإنجليزي 34 لاعب برازيلي بيلعبوا فيه الجنسية الأولى الجنسية رقم واحد في اللاعبين المحترفين في إنجلترا هم اللاعبين البرازيليين بعدد 34 محترف يعني لو أنت مدير فني في إنجلترا وعايز تعمل منتخب بس من لعيبة تلعب في الدوري الإنجليزي عندك لعيبة تسمح لك بأنك تعمل منتخب بيلعب بس في البريمير ليج لعيبة برازيلية تاني حاجة الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي 14 لعيب هم في الربع اكتر الجنسيه في الدوري الفرنسي الدوري الالماني 7 لاعبين بس هم بطبعهم شويه مش بيروحوا المانيا لعيبه البرازيل هي المانيا يعني اكتر تكتيك وقوه بدنيه اكتر من اكتر منها فنيات شويه يعني صح. حتى تاريخيا ما تفتكرش لعيب برازيلي قوي باستثناء جوفاني البر وكان في لعيب وسط ملعب برضه زيربرتو كان برضه واحد من النجوم البرازيليين اللي لعبوا في بايرن ميونخ الدوري الاسباني بعد كده 12 وده رقم غريب على فكره انا كنت متخيل ان الدوري الاسباني كان هيبقى هو اللي في الصداره عن الدوري الانجليزي والفرنسي هما ثالث اكتر جنسيه موجوده وخامس حاجه هي الدوري الايطالي 19 لعيب في ثالث اكتر جنسيه موجوده في الدوري طيب الايطالي هنا قبل ما نستعرض الارقام الثانيه البرازيل بتتفوق على الارجنتين في الانجليزي والفرنسي والاسباني اما الايطالي والالماني فالتفوق فيهم للارجنتين وتعالوا نتابع مع عبد القادر ارقام المحترفين الارجنتينيين في الدوريات الخمسه الكبرى يمكن هو ايطاليا اصلا يعني دوله جاذبه او دوري جاذب للاعبين الارجنتينيين في لعيبه كتير
اتجنسوا حتى ولعبوا باسم المنتخب الايطالي من الارجنتين. يمكن مارادونا هو اللي يعني خد الشعله من لعيبه الارجنتين وراح بيها ايطاليا وقال لهم ده دي جنه كره القدم وده المكان اللي ممكن تقدروا تقدموا نفسكم. ده كان انتقال اسطوري طبعا اسطوري طبعا وفتح الباب للاعبين الارجنتينيين كلهم. صفقه يعني هزت اركان العالم كله طبعا، يعني دي اللي طلع لها صفقه القرن صفقة فعلا القرن. انها كمان نتيجتها كانت ان هو جاب بطوله دوري الدوري طبعا. إن النهارده الناس يعني للاسف انا ما رحتش نابولي بس لغوا نمره 10 بعد مارادونا، يعني لغوا التيشيرت رقم 10 ده اعتقد رجعوه تاني بس يعني قعد سنين طويله التيشيرت رقم 10 مش موجود بعد اعتزال مارادونا رحيلا. طبعا دي تبقى حاجه سيئه انك تلاقي حد بيلبس رقم 10 بعد مارادونا، رقم 10 بعد ميسي في برشلونه. فالحقيقه الوضع الدوري الانجليزي بيلعب 17 لاعب في الجنسيه رقم 7، الالماني بيلعب 2 بس من الارجنتين، ترتيب رقم 35 على مستوى المحترفين الاجانب في البوندسليغا، الدوري الفرنسي 4 ترتيب رقم 17، اما الدوري الاسباني فهو اكثر عدد من المحترفين في الدوري الاسباني 22 محترف ارجنتيني الجنسيه رقم 1، والدوري الايطالي حتى وان كان عندهم عدد محترفين اكثر 26 لكنهم بيجي في الترتيب رقم 2. يمكن اسبانيا كمان عشان اللغه لان هم بيتكلموا اسباني الارجنتينيين وبالتالي ما بيواجهوش مشاكل في التاقلم في الدوري الاسباني، فيعني اسبانيا وايطاليا هي دايما وجهه اللاعبين الارجنتينيين المتميزين، وبرده ميسي هو اللي فتح الطريق في اسبانيا. اتفق معاك بس على مستوى الاسماء والكواليتي، اسيبك من الارقام شويه من الدوريات بس على مستوى الارقام والاسماء والكواليتي بشوف انه الجيل الحالي من منتخب البرازيل افضل من على مستوى الاسماء الفرديه افضل من منتخب الارجنتين، ومع ذلك الارجنتين ناجحه على مستوى البطولات والالقاب، النهارده وصل سيمي فاينال كوبا، واخده حامل لقب بطوله سابقه، حامل لقب كاس العالم، والبرازيل على النقيض تماما مش قادرة تتأهل ولا توصل حتى لمباراة نهائية. يعني السبب في ده ايه؟ ميسي طبعا، يعني ميسي لوحده. هل ميسي لوحده يرجح دي هو طبعًا. نفسه ميسي اللي كان بيصنع الفارق يعني لا مع كامل الاحترام لحد يعني لحد كاس العالم 22 لحد كاس العالم 22 بس طبعا دلوقتي ميسي في اسوأ مستوياته، لكن اللي خلى الارجنتين تكسب كاس العالم 2022 هو الاداء الاسطوري ليونيل ميسي اللي سموها الرقصه الاخيره او الاداء الاخير او يعني بيودع بيها جمهوره في بطولات كاس العالم. فاعتقد ان مهما كان الكواليتي اللي عند لعيبه البرازيل ما عندهمش حد زي ليونيل ميسي. شفنا ليونيل ميسي الباص الاسطوري ليه في مباراه هولندا، شفنا المراوغات الاسطوريه والاسيست في مباراه كرواتيا، شفنا تالقه في المباراه النهائيه لكاس العالم، شفنا ليونيل ميسي الوجه الحقيقي لليونيل ميسي. لكن الناحيه الثانيه البرازيل ما كانش عندها حد تقدر تعتمد عليه بشكل واضح، فممكن لعيب يصنع الفارق بس يكون معاك لاعبين على الاقل جيدين، مش هقول لك متوسطين حتى، يبقى مجموعه من اللاعبين الجيدين. والارجنتين عندها برضو عناصر جيده، يمكن ابرزهم حتى ديبول في نص الملعب واللي ليه دور كبير جدا في مساعده ليونيل ميسي في انه ياخد حريته اكتر لما بيلعب في مركز 10 او مهاجم متاخر، هو بيحمي ليونيل ميسي او بيكون ظهر ليونيل ميسي في وسط الملعب ويغطي وراه وبيفتح له الطريق. فالمنتخب الارجنتيني اعتقد ان هو متفوق بسبب ليونيل ميسي، لكن زي ما قلنا على رونالدو انتهى، للاسف كمان ميسي بينتهي. يعني خد بالك من حاجه في ميسي، انه ميسي اللعيبه حاسه بقيمته قوي وكلهم دايما. انا هقول لك حاجه بس قبل ما وهسيبك تعبر عن رايك بمنتهى الحريه. ميسي في التوقيت الحالي لما احطه في ميزان في كف، ما يزعلوش مني عشاق ميسي يعني، لما احطه في كف من حيث التاثير والجوده والكواليتي مع لعيب زي فينيسيوس، كف فينيسيوس اتقل بكتير جدا. طبعا فينيسيوس لا متفق معاك مليون في المية. ومع ذلك لا فينيسيوس ولا غير فينيسيوس شفع للمنتخب البرازيلي في انه حتى يوصل سيمي فاينل كوبا امريكا. الارجنتين عندها سر شويه، يعني الارجنتين قبل كده لا كان في كاس العالم بعيد عن كاس عام 2014 وخساره امام المانيا 2018، لا المنتخب كان عشوائي جدا وكان فيه مشاكل. اللي حصل بعد كده ورغبه اللعيبه في فوز ميسي وتتويجه ببطوله كوبا امريكا وبكاس العالم والتفاف اللعيبه حواليه وحاله الحب دي شويه ما بتشوفهاش قليل قوي في الكوره، يعني على عكس منها تماما، على عكس منها كريستيانو رونالدو. رونالدو الناحيه الثانيه لا ما بتحسش انه في لعيبه حواليه والدنيا يعني اللعيبه دايما في ظهره وساندينه، عايزين نصنع لك فرص، عايزينك تاخد كل الكرات. في النهايه هو بياخد الكرات الثابته كلها عشان هو كريستيانو رونالدو. في النهايه هو بياخد الشو عشان هو كريستيانو رونالدو، ولكن الحاله اللي موجوده اللعيبه اللي حواليه لا مش نفس الحاله اللي موجوده مع لعيبه الارجنتين مع ليونيل ميسي. عايزينك تكسب، عايزينك تنجح، احنا كلنا انجح واحنا وراك. فالحاله دي شويه مخليه
الجو العام في منتخب الارجنتين حاله ناجحه في مقابل حاله غيره يعني زي صحيح. حاله حب في مقابل حاله غيره بالزبط. على كل الاحوال دي توقعات عبد القادر ومحمد لماتشات النهارده. بكره مين اقرب سريعا، انجلترا ولا هولندا؟ بص انا نفسي الفاينل ده اسبانيا وهولندا ويبقى نهائي كاس العالم 2010 برضو. يعني هيبقى نهائي شكله حلو. لو هولندا خسرت الثاني قدام اسبانيا هتبقى صعبه وتقيله. عبد القادر اعتقد اسبانيا وانجلترا. اسبانيا وانجلترا مين اقرب لللقب؟ اسبانيا طبعا بس رقم واحد. اسبانيا كل شيء وارد، كل شيء وارد، لكن في النهايه هم اعتقد هيكونوا ثلاث مباريات في منتهى القوه والمتعه ان شاء الله. اروح معاكم للمباراه المنتظره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، المباراة الأصعب والأهم على مستوى ما تبقى من الموسم، الأهلي وبيراميدز. واحد أخذ منكم تقييم.